موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض. أهلا بكم. قرر مجلس النواب إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12 من شهر كانون الأول لعام 2018 إعفاءً عاماً، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوة جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. أقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب خالد الحياري مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة لسنة 2019. طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الحكومة بتزويد المجلس بنتائج التحقيق في حادثة تزوير كتاب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي طالت النائب أنصاف الخوالد. أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستوم موقف الأردن الرافض لإقامة مطار تمناع إسرائيلي في موقعه الحالي وقرار تشغيله الأحادي الجانب إلا إذا التزمت إسرائيل بالمعايير الدولية واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الأردنية كاملة. كشف مدير مديرية شؤون الأفراد بالقوات المسلحة الأردنية العميد الركن عبدالله الحسينات أن هناك تعديلاً جديداً على قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعسكريين، والذي سيكون نقلة نوعية لصالح كافة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العاملين ضباطاً وأفراد مدنيين وعسكريين. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات وفداً عسكرياً أمريكياً، حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ارتفعت أسعار برنت والمحروقات في الأسبوع الثالث من كانون الثاني. نددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدرسة القادسية داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، معتبرة ذلك القرار مساساً مباشراً بالعملية التعليمية، بالإضافة أنه يستهدف المسجد الأقصى المبارك ضمن المخططات التهويدية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين 21 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. ودع المنتخب السعودي لكرة القدم نهائيات كأس آسيا بعد خسارته أمام نظيره الياباني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما ضمن الدور السادس عشر من البطولة. وصولاً إلى الحالة الجوية المتوقعة، وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غداً مع استمرار الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والبادية والسهول ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الدستور.com. نهاية الموجز، في أمان الله.